الظلم موجود في الدنيا، بس مين بقى؟ يعني ممكن دكتور اخطأ او مستشاره بيصحح غصب عنه، انما بقى مش هيخطئ في 300 400 طالب. يبقى اللي نشوفه ناس جت قالت ده ادانا درجات عالية من حقنا، يبقى ده ما يصححش بعد كده. اللي في ايد عميد الكلية ورئيس الترس ان فلان ما ينفرقش من تصحيح المادة دي، او يصحح تاني ما يجيش ويجيب غيره وهكذا. وانتوا يا جماعة ربنا معاكم، وبرضه بطمن بتوع رابعة ألف امتحان هيجي سهل وهيجي كويس. بتوع رابعة